صحتك دلوقتي؟ الله يبارك فيك. بخير؟ الحمد لله. القهوة ممتازة؟ ممتازة. تقدر تسقعني فنجان قهوة مظبوط؟ عينيا يا سعادتك. بس يكون فيه بن. عينيا. الله يخليك. بقول لك ايه؟ نعم. انت كنت كلمت المدير في موضوع كده ما قدرتش افهمه انا. كنت عايز منه ايه؟ ده موضوع ثاني عشان نتكلم فيه دلوقتي. نعم؟ موضوع عشان يعني نتكلم فيه تاني وده الحد التاني. مش واخد بالي مين؟ موضوع عشان نتكلم فيه تاني وده السبب يتحدد عشان نتكلم هو اللي هنقول فيه. انا ما عنديش وقت وانا انا ماليش ذنب في الموضوع ده. موضوع ايه؟ موضوع اللي اتكلمت فيه. بتاع ايه؟ بتاع مهجون التوتين وحاجات بتاعت هو راح كلمه نفسه شخصيا يعني كلمه بعض. مين اللي كلمه؟ الاستاذ عبد العظيم. اي كلمه وقال له ان في واحده تاني وهو ده الحد وندهوه حتى سألوه قالوا له الاستاذ فضل كان واقف قلت لهم لا الاستاذ فضل قال ان هو دقيقتين وهو محطوط عشان يكلم تاني. خلاص خلاص اعمل لي فنجان قهوه. حاضر. بس البن اللي فيها يكون بهذا.